السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شراكم المشاهدين. وتلقيت واحد لي ميساج راسلي لي في الانستغرام وراسلي لي في الفيسبوك، يا ودي راك ما هضرتش على لافير هذه اللي صرات في غزة، وكانوا سببها حماس. هي انا ما كنتش قاعد، الله كنت مسافر ما كنتش قاعد. هي قلت الرد، كاين اللي ردني قال الله خاين ولا كيفاه، ما كناش حاسبين هاك. هي ها قلت نهضر اصلا. هي كل ما كاين في الامر هما الحماس في غزة. غزة هذه ماهوش مسيطر عليها الإسرائيليين، يعني راها قاعدة مستقلة، عندها حدود فيما يخص البحر الأبيض المتوسط، وعندها فاني مع برا فحوكا ومصر، ومع في وسط إسرائيل اللي غصبت الأرض وداتها. المهم راهم قاعدين متخاطين في شحال، كل ساعة يبومبارديهم، كل ساعة يتخاطوا، كل ساعة إلى أن شفنا بالخطرة صرات أوبيراسيون دارت بها، قاموا بها المقاتلين تاع حماس، بحيث انهم طلقوا لي ميسيل وزادوا داروا المظليين بطريقه جديده. هذيك الحيه اللي دايرها وراهم وعودوا ثما وطيحوا الحيطان هذوك والشبابيك وصدموا. المهم دار صرا اللي صرا، اسروا الناس، داروا دخلوا اعلينا. هي تاع اي انسان يدير حاجه كيما هذه الا انها اهداف، عندها الهدف الاول. الصدى الاعلامي يبغي دائما القضيه تاعه ما تموتش. صدى اعلامي صدى اعلامي كبير في العالم، حقق نتائج على حسبهم هما، حققوا نتائج الدوره هاي وكاع، خاص عندهم هما الاسرى وكاع، عندهم مكاسب سياسيه، مكاسب عسكريه فاني حققوها، ولكن من بعد نعاودوا نشوفوا الوجه الاخر، يعني القوات المعاديه اللي هي الكيان المغتصب. فوق الكيان طاح في اشكال، عندها الوراء السياسي مخلط لداخل. نتنياهو لو كان ما يردش يزيد فني يفشل سياسيا في نظر المواطنين تاعهم، يضرب كاين فني الرأي الدولي، دونك غادي يضرب، غادي يضربوا المدنيين، غادي يديروا اجتياح، يدير اجتياح فيها الخسائر في الأرواح في كلا الطرفين. الكاين ما يقدرش يتقبلش الخسارة، ما يقبلش الخسارة بزاف، خاطر فني نظرهم ينظرهم شعبهم. المهم تخلطت عليه دروك استراتيجيا، تخلطت عليه دروك استراتيجيا. مادام تاع حماس داروا هذا الشيء، هما اللي فرضوا الحرب، يعني راهم واجدين على حسب ما نشوف هاك، راهم واجدين. انا اللي فرضت الحرب، انا اللي بديت لاطاك هذه، وانا اللي درت لوبيراسيون هذه، جيت وراني تاكل على شقايا بالسلامه. وما حبات فاني من حزب الله نيتي ناقص وقراطيس، يعني كاين الامر. اي دروك طاحوا في اشكال، دروك الكيان طاح في اشكال. قال لك اودي انا نشوف لي بوليتيسيون على الحرب، اعلى الحرب من اول الداعمين في العالم لي زيتازوني، بنتهم التوشات راهم يدعموا فيها، غادي يدعموها بالاسلحه، يدعموها بديك كل شيء. اي أيوة ناس بان لي بلي المتضرر الواحد هما الشعب الغزاوي. دوك اللي كان اجتياح بري هذا امر خطير، اللي كان اجتياح بري هذا امر خطير، فيها خسائر كبيره في صفوف الفلسطينيين، يعني من جهه غزه امر خطير. لخاطر روحو ونجو، اللي يستطيع يستطيع، اللي يستطيع يستطيع. راكم تشوفوا العالم كل يدعم فيهم. هما مساكين بالنسبه للدعم العالمي، كاع ما عندهمش حال، اخرين مصنفينهم ارهابيه، ومعظم الدول مطبعه. راح معايا تحيه اللي مطبع فوق الطابله، مطبع وتحت الطابله مطبع، باه تديكم ديك الغره وتقعدوا تقولوا ودي بنديروا بنديروا، احنا ما عندنا نديروا، احنا قاعد عندنا دول ريبورتر راهم نهضروا بهم، وتقول ندعم معناك ما عندنا باه ندعموا. هما الدول المخيره في الدول كلها، راه تعطيهم غير شارجور تاع كلاش تمدها تاع غزه، والله يقدوها. هما على بالهم هذا الشيء، عندهم ضغوطات من طرف الامريكيين، من طرف كل شيء. هي تلقاهم يديروا تنديدات، قاعدين هانو نديد ها منا ها ماناش باغيين. والرابح الاول والاخير هما، هي الروس رابحه والصين رابحه، بعد جاب لهم ربي حيي يلهو فيها ليز امريكا وكاع، يقول لك زايده ترفد علينا شويه، خاطر علاش نعرفوا الامور راه فيها شقله. المهم حنا نروحوا نشوفوا الامر سياسيا نتنياهو يقول لك اودي انا نضرب، يا لو كان غير بومبارديهم وما نطلقش، كان نستخدم غير القصف الجوي وما نطلقش. باهي دير الاجتياح البري، ما نعرف عندها الشجاعه باهي دير الاجتياح البري ولا ما عندهاش، خاطر واعره فيها خساره. كنت عارف الحرب تاع 2006 وتاع 73 وكل شيء. الله يكون في عون الغزاويين والفلسطينيين، الله يكون في عونهم. احنا ما نجموش، احنا الشيء شوف الشيء اللي تخاف منه، يخاف منها الكيان، هو حاجه اللي يخاف منها، يخاف من الراي الدولي، ويخاف كيما نقولوا حنا من المسيرات. كيبقى مسيرات
مناهضه لاسرائيل وكل شيء يتوسوسوا ما يبغوش هذا الشيء، هما عندهم القوه الناعمه. هو هذا الشيء اللي نجموا يدعوا، قال الدول العربيه والشعوب يدعموا الفلسطينيين بهذا الشيء. مسيرات، قال مسيرات الجمعه ولا ما تسميها الاقصى كما بغيت تسميها، وتنوضوا. قال اللي راهم فاني في الخارج الجاليات وكل شيء نوضوا، هذا الشيء اللي تنجم تدعم به يعني سياسيا. قال اودي احنا فاني شعوب ولنا الحق في القول وكل شيء. قال اودي ما تزيدوش تخربوا في الغزاويين والفلسطينيين، وراكم درتوا لهم ودرتوا لهم. هذا الشيء هو اللي يوجع شويه الاسرائيليين، يوجعهم، يخافوا من هذا الامر، هذا يخافوا منه. وعلى هذا ما عندناش باش ندعمهم، باش نقول لك اودي غادي نقزوا وندوروا مدينه ما غيفوتوا الحديث. هذه الحقيقه راك تشوف قاعد تدمر لها فاني في حامل الطائرات الامريكيه، راه تدمر لها الدراهم السلاح كل شيء كل شيء، وشغل راه تحوس على الراي العالم يكون في صالحها وتجاره في صالحها، ودوك تقعد تضرب في الغزاويين وما كانش اللي يهضر. اليا هضرت قاعد الجامعه العربيه وهضروا كل شيء يدوروا ونديت ندوروا ندوروا وتربح تلقى الخير. نهضروا الصح، ما يكذبش عليك الكاذب، والله ما يكذب عليك الكاذب. انا الامور راني نشوف فيها كيما هاك. المهم غادي يكثفوا لهم القطره القصف ويوسعوا لهم يزودوا لهم في لادوز، والله يكون في عونهم ديجا دوك يديروا لهم سياسه الارض المحروقه، يقلعوا لهم 30 كيل مير خلاف راه كل شيء حبس. يا ودي فايده يعطشوهم ايوا وراكم شفتوا حنا منا ترسل لهم كاميو تاع سميد ما يلحقش. والله في معبر رابح رافح والله ما يخلوه يفوت. كاميو تاع سميد ولا تاع سي ما يبنوا به اذا يقول لهم ما يخليش يفوت. تجي تقول اودي هيا ها كيف ينتصرون وفي ظهرهم خوتهم وخارجين لهم اعداء. ما الله يكون في عونهم. راكم تعرفوا على بالك الكيان راه متفوق بزاف، راه متفوق بزاف اعلاميا، دراهم كل شيء، دعم معنوي مادي كل شيء. وربي سبحانه عز وجل قال لهم ودي تسودوا في الارض مرتين، راه امر واضح. ايوا هما فاني عندهم خطط ويقول لك فاني نبلغ مجمع البحرين حتى يدو مصر ويدو عتبه ويدو سوريا ويدو، ما هذا التفكير تاعهم. ويشوفوا فينا كل العبيد، راكم تعرفوا الشيء اللي كاين في السفر التثنيه الاصحاح 20 اشتهي هضروا العقيده تاعهم المزوره. هذو هما راه عندهم وقت راهم يلعبوا فيه، هاي دور القرح عندهم وقت يلعبوا فيه دور القرح. اما بالنسبه للعمل اللي داروا حماس وكل شيء اللي يدخل دون حرب ما يش متكافئة، خاص الاخرين المساكين راهم قاعدين. شوف حتى اضطروا نقول لك الحاجه ام الاختراع، حتى اضطروا المساكين راهم يخدموا اسلحتهم بيديهم دوك القواديس تاعهم ويخدموهم صواريخ هاك وطيقوا. الله غالب ضيقوا عليهم، ضيقين عليهم بزاف. مشي تشوف الناس قاعدين ضدهم، ها شوفوها راهم عايشين مساكين، والله لا مجيفينهم بزاف بزاف بزاف. راكم تشوفوا راهم قاعدين يقاتلوا المساكين بالامور المتاحه وبالمجهودات الذاتيه. راكم تشوفوا ما عندهم لا قوه دفاع جماعي على الاقليم ولا بلاندي ولا عندهم قوه بالرياب، يعني قالت كيف القوه تاع المغتصب. ما عندهم طيران حربي متطور، ما عندهم انظمه تاع تكنولوجيا، ما عندهم والو. الله من سيرك المجهودات الذاتيه راهم قاعدين يقاتلوا بها مساكن ومضيقين عليهم. كل جايين ضدهم، ابن اخوتهم جايين ضدهم، اخوتهم صار انقسام الداخل. دوما الدول العربيه ذاك ودي ذاك حدث ولا حرج، نغيو هضروا هاي هاي هما باين باينها من تحت. يا ربي كاين اربعه ولا خمسه اللي يقول لك ما نبغوش تطبيع وما نديروش وما نديروش، وماشي الاخر كاع باين وخاصين وتربح خاص على راهم في ايديهم. القروض راهم يدوهم من عندهم ويدو من عند ليزيتازوني والاعلام كل شيء، ويخافوا على كراسهم ويخافوا على هذه. يقول لك هي ما يهمنيش انا، يقتلوني بيقتلوا غير مش بيخرجوا للعالم يقول لك احنا خاطينا، يقعدوا يكذبوا في السوشيال ميديا ويكذبوا في القنوات ونديد ونديروا يلعبوها ينقزوا. المهم الامور راها واضحه، الله يكون في عونهم. وهذه هي المقاومه، هما راه الكالي داروها حماس مليحه للاطفال والاجيال اللي طالعه، باه دائما يفهموا باللي هذه قضيتهم وباللي دائما يقاتلوا عليها باه ينتصروا. مليح بعد الاطفال قال العمليه يقولوا يسقسوا، قال العمليه كذا العمليه كذا، علاش هذا المختص بنا هذا ومنا، ما يخرجوش ما يبيعوش الماتش كما لهم بايعينها. ضروك وحنا اش تنقولوا لهم ودعم كجزائريين وقايوت، الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم. احنا ندعموكم اودي بالقول، خاص الله غالب ما حاضروا بالقول، ونروحوا ونجيو اللي بغاو ينتصروا للشعب الفلسطيني. مسيرات يديروا مسيرات يخرجوا يديروا مسيرات، الدول العربيه وكاع والناس تاع الجاليه وكاع مسيرات وكاع، روحوا ديروا مسيرات. قال اودي احنا نرفض هذا الشيء وما تكتلوش الشعب وما ديروش، راكم تعرفوا ما يكتلوا الاطفال وكاع طيحوا في البنايات وكل شيء، هذاك مع الانتقام تاعهم. والله ينجي الشعب الغزاوي من الاجتياح البري، الله ينجيهم من الاجتياح البري.
هذا هو هذا الخطر على الحل في مبليسي، وكيكون مبليسي راه يخسر بزاف. الله يكون في عونكم، وفي الاخير نقول لكم ربي يحفظكم، والله لقينا ملقى الخير، ودمتم في رعايه الله وحفظه.